ورحمة الله وبركاته حياة الجميع. طبعا قبل فترة وصلوا 5 قطط، طبعا 2 راحوا في التبني، طبعا هدول بكى معاهم التهاب في عينيهم كوي وعالجناهم كل شي تمام. طبعا هدول بدنا نعدهم للتبني. طبعا بكوا عينيهم في حالة سيئة. بدها تلعب. طبعا القطط لا بخير من شو ولا بود ولا شيء، أليفات. طبعا بحبوا يلعبوا. هدول الثلاث للتبني. شو؟ اللي بده اياهم يجي ياخذهم. يعني القصص اللي بوصلونا واللي بدناش اياهم بنعرضهم للتبني، والكلاب كمان. زي ما شفتوا اللي بده اياهم يتواصل معانا ويجي يسلمهم.